يسعد صباحكم مشاهدينا بكل خير، ويسعد صباحكم زملائي في الاستوديو. احنا اليوم موجودين في محافظة الخليل، وبالاخص في مدينة حلحول، في منزل السيدة خلود ابو عصبة اللي تفننت بصناعة الشماع والفواحات. خليكم معي نتعرف عليها مع بعض. خلود، اهلا وسهلا فيكي في برنامجنا فلسطين هذا الصباح. اهلا فيك. اهلا فيكي خلود. بالبداية يعني انا عم بتطلع على الشماع والاشياء اللي انت بتشتغليها، المناظر كثير لطيفة وكثير قريبة من القلب. احكي لي شو خطر لك تعملي هذا الشكل من الشموع؟ طبيعتي بحب الاشي الحلو وبحب الالوان كمان، فانه بالبدايه كنت حاب اعمل اشي اشتغل هيك بالشمع، فجبت قوالب كثير وبلشت اني اشتغل بالشمع واذوبه واعمله هيك اشي، بس حسيت انه هيك يعني القوالب هيك بتطلع هاي النتيجه، بس انا حبيت اني الون واطلع الوان واتعب وتروحي بالاشي على الاشياء الغريبه اكثر. ايوه هيك اشي اتعب، فهاي الاشياء جد جد متعبه، وبدها كمان انه انا لما بعملها اكون مرتاحه نفسيا، وبدها روقان وبدها هدوء واشي من يعني نفسي. يعني فعليا صعب تميزي اذا هي عن جد كيكه او هي شمع. مزبوط. فاحكي لي شو العمليات اللي بتمري فيها لتصلي لهذا الشكل اللي كثير مرتب من الشمع؟ اول اشي انا بجيب الشمع الخام، وطبعا احنا بنلونه وبعطره كمان، وبصب بالقوالب، بعديها بعمل الكريمة اللي أنا هلأ قاعدة بعمل فيها. طبعاً إحنا مع بعض رح نخليكي تشتغلي إشي، بس قبل احكي لي مين اللي بدعمك بهذا المشروع أو كيف بلشتي فيه؟ هي فكرة إجت، كل إشي سبحان الله بيجي هيك، فالواحد الحلو لما تيجي فكرة يعملها، مش تضلها فكرة براسه، خلص يعملها. فحبيت أجرب، دعمتني أختي أول حدا، وبناتي طبعاً وخواتي كلهم، وبلشت والحمد لله هاي النتيجة طلعت معي. أنا بطبيعتي بحب لما أشوف إشي حلو أعمله، فبالبداية زي ما حكيت لك إنه كنت بصب بالقوالب وبتطلع معي هيك النتيجة إشي سادة، بس أنا حبيت الألوان وحبيت الورود والشوكولاتة إذا شايفه هون، والقهوة والبسكوت والقهوة كمان والكل إشي كله والفراولة والمكرون والشوكولاتة، فإنه حسيتها أحلى والصبايا بحبوها كثير. طب ايش خطر لك تتركي؟ يعني احكي لي، في اقبال من الزباين على شكل الكيك او كثير. الورد، وشفت عندك هون كمان بتعملي اشكال وجوه. شوفي لحضرت بيحبوا كل شيء وبيحبوا الكب كيك كثير حبوه. طيب قد ايه لك بهذا المشروع؟ صار لي كم شهر، مش كثير، بس بلشت على طول يعني انه اصب القالب، يعني الاشي كان اقل من شهر بس على طول انتقلت لهي الاشياء. طب طالما انت حديثه لسه بالمشروع، احكي لي كيف يعني طورتي من مشروعك وكيف بلشتي تروجي له؟ صراحه لسه الترويج عندي شوي ضعيف، لسه انه بالبدايات، انه زي ما بنحكي بنطلع السلم درجه درجه. أكيد. وانا مبسوطه على النتيجه اللي انا واصله لها هلا، يعني في الوقت الحالي كبدايه أنا مشروع مبسوطة من نفسي ورضيانه. مزبوط، بس الحمد لله انه الشيء اللي بصنعه بيروح، الناس بتحبه وبتطلبه وبروح، وهي هي. طب كيف استفدتي من السوشيال ميديا تروجي لمشروعك؟ طبعا انت عندك صفحه على الانستغرام وعلى الفيسبوك، كيف استفدتي من هاي السوشيال ميديا؟ لسه صراحه، وانا زي ما حكيت لك بدايه، بس انه بيكون في اقبال بس لسه قليل لسه شوي. طب انا حابه نشتغل شيء مع بعض. هاي انا بعمل لك بالكريمه هلا، راح احصبها بالكيس ونعمل كب كيكه. طبعا حتى ريحه الشمع، يعني هي شمعه وكانها كمان فواحه. هي زي ما حكيت لك انه روائح، مثلا في عندي رائحه ليمون بحطها بالكاس اللي بتعبر عن ليمون، في مثلا قهوه بحطها بالكاس اللي فيها قهوه. بتكون ريحتها قهوه؟ هي بتكون بس عشانها حبات صغيره لسه ما بتطلع كثير. لا طالعه ريحتها، يعني انا شامه ريحه القهوه بوضوح. يسعدك. وهون فواحات، هاي بتنحط على المبخرة، بيكون نسبة العطر فيها عالية، بتنحط على المبخرة وبتطلع ريحتها، بتطلع بشكل. طب وكيف بتخلي العطر هالقد ريحته مركزة بالفواحات؟ الفواحات بده يكون نسبته عالية فيها، الشمع بيكون أقل. احكي لي أكثر عن المراحل اللي بتمري فيها وأنت تعملي الشمع. إنه مثلاً أنا مثلاً أثناء شغلي للشمع بيكون عندي مثلاً هاي القوالب موجودة، بكون مثلاً بعمل شمعة بضلني اعمل بهاي القوالب عشان اطلع هاي النتيجه ويكون كل شيء متوفر عندي. طيب خلود، طالما المواد خام، انت كيف بتضيف الريحه العطريه على الشموع؟ هو شوفي الشمع العطر بنضاف على درجه حراره معينه، لانه الشمع لما بسخن كثير
درجة العطر بطير منه. فهاي الأشياء بدها حدا يفهم منها. طبعاً أنت هلأ عملتي الكريمة اللي بتحطيها على الشمع. هلأ رح أعمل أنا كب كيكة ورح نزينها مع بعض. يلا إن شاء الله. طبعاً هاد شمع مش كريمة، بس صعب جداً نفرق إذا هو شمع أو كريمة. طبعاً حكيتي لي إنه أولادك بيكونوا مسكين هاي القصص يأكلوها. الأطفال الصغار اللي بيجوا عندي بيفكروها إنه حاجات وبسكوت وهيك إشي. قد ما هي قريبة كتير بالشكل الحقيقي. أنا هيك بسحبها منهم فبيزعلوا، فكر إنه أنا ما بدي أطعمهم. بس أنا هي لاحظت هاي، يعني هاي صعب جداً تفرقي إذا هي كورن فليكس أو هي عن جد شمع. هاي كورن فليكس. الكريمة أنا تعمدت إنه تكون كميتها قليلة لأنه بتغلب كثير كثير لما إنه تصير هيك بهاي الدرجة، إنه درجة الليونة. هلا راح نزينها، خلينا نحط حبة فراولة هيك هون وبسكوتة وبلوبري. حلوين مناظرهم، كثير حلوين. نحب نحط هون كمان إشي، خلينا نحط هاي هيك. شوفي بس بفنشها انه بقص الخيط وبخلي طوله مناسب. كثير حلوه. وبعدين من هون كيف الفتحات اللي فيها؟ هاي القالب نفسها. القالب تاعها، القالب نفسه كثير قريب للحقيقه. طبعا الزبون ممكن يطلب منك رائحه معينه وشكل شمعة أكيد. معينه وانت أكيد. بتعمليها. حكيتي لي بالاضافه كمان عن انك بتعملي هاي القصص توزيعات لبيبي، انه شوفي انه كتبت عليها بوي، وهون كمان هاي لبيبي ولد، وفي يعني كمان وحده هاي للولاده. ممكن هي توزيعات انه هاي مطلوب مني بس انا من انه عرضت كم وحده. طبعا خلود انت مش بس بتعملي الشمع القريب لشكل الكيك، انت كمان بتعملي اشكال ثانيه صح؟ شوفي هاي، وكمان في عندك الرينبو، وعندي قالب البابيت، وفي كثير قوالب عندي. يعني انت مش بس مختصه بالاشكال القريبه للاكل، انت كمان مختصه باشكال ثانيه. يعني انا عندي تقريبا 40 قالب، فكل ممكن الاشكال كلها تلاقيها عندي. يعني اي زبون ممكن يطلب منك شيء خارج هذا الشغل، شمع شكل معين انت ممكن تعمليها. مزبوط. طبعا خلود انت مش بس مقتصره بشغلك على الشمع القريب من شكل الكيك، انت حكيتي لي انك بتعملي اشكال ثانيه، ايش بتعملي غير هذا الشكل موجود؟ عندك الرينبو وعندك الورده، وطبعا انا زي ما حكيت لك عندي تقريبا 40 قالب. يعني ممكن زبون يبعث لك صوره اي شمعه ممكن انت تعمليها. مزبوط، عندي كثير قوالب. طيب خلود انت وين بتشوفي حالك لقدام بهذا المشروع؟ صراحه انا عيني ما بتشبع من الاشي الحلو. حلو. فأنا عن جد كل إشي بشوفه على مواقع التواصل بحب أعمله، فحاسة حالي مش راح أكون بس بالشمع، بأشياء أكثر من الشمع وأكثر من الفواحات، خيوط مكرمية، صابونة. عندك بيعملوا من الجبسين صحون وقوالب وكاسات. بتفكري تدخلي بهذا المجال؟ كثير على بالي هذا الإشي لقدام. حابة الزجاج أنا أصنعه بإيدي، زجاج الشمعة، يعني تطلع الشمعه من اولها لاخرها انتاج. هاي هي. طيب خلود انا بحنيك كثير وبتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى توصلي لمرحله وفعلا انت اللي تصنعي الزجاج. يعطيك الف عافيه، شكرا لك. الله يسعدك. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا، وتعرفنا على السيده خلود ابو عصبه وشفنا شغلها في الشموع والفواحات. خليكم معي بفقرات ثانيه.